شكرا. هو بدايه فعلا لما نتكلم على هذه الظاهره نرجع خاصه عند الاطفال القصر، نرجع دائما الى دور الاولياء والحصانه التي تعتمدها الاسره، لاننا في بعض الاحيان لا نوجدها. اولا التقليد، أبناءنا يريدون أن يؤكدون ذاتهم، واحد يحب يؤكد ذاته وجوده من خلال استعماله أنه يتصل بالآخرين عن طريق هذه الشبكة، الشبكة الإنترنت، هذه أولا. لكن الآباء لما يدركون هذه الأشياء، يعني لما يعرفوا هذه الأشياء وش يديروا، لازم يحدوا يضعوا مجموعة من الحدود للأبناء تاعهم، يعني يرافقوهم. يعني في عفوا فقط على المقاطعة، في الجزائر ما كانش رقابة من قبل أولياء على أولادهم؟ أكيد ما فيش رقابة وما فيش مرافقة، يا با دكومبانيومون لا با ديبارون، ما فيش مرافقة أيضا. لأن أنا هنا لما نقول رقابة على الأطفال الصغار، لما في المراهقة عند البلوغ تكون مرافقة، يعني حتى على الأقل فيه توجيه، فيه أنني هنا كاين عندي الكونت بارونتال نستعملو تم. وهنا دائما نقول الأولياء، أنت مع الأبناء تاعك راقبهم ومن بعد رافقهم، وأني دائما الله ما نوقفش عنده نقولوا عليه تهضر مع هذا وما تهضرش مع هذا فقط، لكن وأنا نلعب معاه نقول والله شفت أنا زميلي واش كتب لي، هو راح يكون عنده واحد العلاقه وطيده معايا لما نرافقه، يعود هو ثاني يقول لي شوف واش بعث لي زميل، شوف بعث لي هذا، ويجي يقول له يعني بفكره مصاحبه الابن هكذا. ايوه ايوه لو كوتشينغ، لكن صح التعبير يعني من ناحيه الاحترافيه. لكن احنا نقولوا الاباء، لان احنا نفكروا واش نفكروا بيناتنا سيارون، احنا نفكروا ساعات الاولياء قال خلي وليدي في الانترنت، خليه يلعب، المهم ما يروحش برا ما كاينش، لكن ينسى باللي الانترنت يجيب له المشاكل.